تستمر المحاولات الحكومية لمواجهة أزمة شح المياه المتأتية من قلة الأمطار وتناقص الحصص المائية من أعالي نهري دجلة والفرات جراء إقامة السدود عليها من قبل دول المنبع، ويأتي ذلك بالتزامن مع التأثير السلبي لموجات الحر والتغيرات المناخية وغيرها من العوامل اللوجستية التي أثرت بصورة ملحوظة في واقع الزراعة بالبلد. وبالتالي تسعى الحكومة اليوم إلى البحث عن حلول جذرية لمشكلات قلة الموارد المائية والنهوض بالقطاع الزراعي عبر اللجوء إلى توسيع استخدام أدوات الري الحديثة في قطاع الزراعة الذي يستهلك نصف إجمالي الاحتياجات المائية السنوية للبلاد. التوجه الحكومي ترجم من خلال إجراءات عملية تقدمها تشجيع المزارعين والفلاحين على استخدام المكننة الحديثة ووسائل الري بالتنقيط وحصر منح الامتيازات والتسهيلات المالية والمصرفية بهم وتركيز الدعم عليهم بمنحهم قروضا من دون فوائد لشراء منظومات الري من خلال مبادرة البنك المركزي العراقي والمصرف الزراعي التعاوني، إضافة إلى القروض المقدمة من صندوق الإقراض الزراعي. كما أعلنت وزارة الزراعة في وقت سابق عن أن الوزارة وزعت خلال 20 عاما 1400 مرشة فقط، لكن بفضل الدعم الحكومي غير المحدود للقطاع الزراعي بحسب وصفها نجحت خلال العام الماضي فقط بتوزيع أكثر من 12 ألف مرشة كمرحلة أولى. كما بيّن المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي أن الوزارة ماضية أيضا في توزيع 40 ألف مرشة محورية في الفترة المقبلة من خلال التعاقد مع شركات عالمية رصينة لشراء منظومات الري الحديثة، إضافة إلى التعاقد مع وزارة الصناعة لتجهيز ما يقارب 500 مرشة محورية، وأن هذه المرشات تقدمها الوزارة للمزارعين بأسعار مدعومة وبأقل من 30% من سعرها الحقيقي وبالتقسيط، وتسدد بشكل قروض على مدار 10 سنوات مع إعفاء بالسنة الأولى من التسديد، وأن هناك إقبالا كبيرا من الفلاحين للحصول على تلك المرشات، حيث إن تقنيات الري الحديثة أصبحت منتشرة في عموم البلاد. لبرنامج دينار، أحمد محمد صالح، العراقي الإخبارية، بغداد.